شن طارق هذا؟ هل فقد عقله حتى يتهجم على العنتر ورجاله؟ وأين؟ في السوق وأمام الناس؟ ولكنه دافع عن الحلاق وابنه يا أبي. ومن هذا الذي يدافع عنه؟ ما مكانته بيننا حتى يسبب لنا كل هذه المتاعب؟ وما يخصنا نحن يا أبي؟ كيف ما يخصنا؟ أليسوا أولاد عمك؟ وأنتم تعرفون أن العنتري أحد رجال طارش المهمين الذين يدافع عنهم ويدعمهم كما يدعمنا. أحمق بل مجنون، لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع أصحاب القوة والنفوذ والسلطة أمثال العنتري وطارش. وما نفعل يا أبي؟ اسمع، اذهب إليه وقل له ألا يكرر فعلته هذه مرة أخرى مع طارش أو العنتري ورجاله، وقل له أن يتأدب عندما يتكلم مع علية القوم. هيا أمرك يا أبي. ناجي مغاهيك أمرك. بصوتي. ما الأمر يا أبي؟ وأنت بصوتي. ما الأمر يا أبي؟ لا تتكلمي. أمرك لعنة الله على خلفة النساء. ماذا فعلنا يا أمي ليغضب علينا؟ وأنا ماذا فعلت به؟ أخفض صوتك. ماذا فعلت يا أمي؟ قلت أخفض صوتك حتى لا يسمعك.